السلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا عسلمة أسعد الرب أوقاتكم نحن موجودين على ذمتكم موجودين على ذمة أسئلتكم اللي تحفزنا باش نحاولوا نوضحوا لكم باش نحاولوا نشاركوا مع بعضنا ورب يبارككم اليوم معنا ضيوف بسمة معنا أختنا حنان اللي أول مرة تشرفنا في الحلقة ذي عسلمة. عسلمة مرحبا بكم آه ثم موضوع على قلبنا نحبوا نثيروه اليوم المرأة في عيون الله الله اصطفى المرأة بمحبة خاصة آه أعطاها علاقة متميزة إذا نرجع للعهد القديم نلقاه أن المرأة عربي أعطاها امتياز نجموش تشاركونا كيفاش هالمرأة دي كيفاش كان حضورها كيفاش الله تعامل مع المرأة آه عن قرب عن بعد طريقة عملية في اليوم زي فتنا في البرنامج نعم. هي الـ امتياز وشغف هذا باش تحكي لنا شويه يعني نبدا تفضل في بالي اللي يحكي كتاب مقدس ماذا بينا نرجعوا من اول مره من العهد القديم مم. ومع حواء اول حاجه وتعجبني ديما اللي ربي وقت جاء خلق المرأة هو قال معينا نظيرة نعم. قال معينا يعني باش ونظيره نظيرة معنا وفي بالي هذه حاجة تحفونا برشا معنا مش كيف برشا عباد يفكروا المرأة هي أقل هي معين ونظيرة معنا عندها purpose عندها, نعم. عندها عندها هدف <applause> أه حنا ديما تعلق عليا كي نتكلم بالمحكي نتكلم باللونجلي برشا خليهم هي <applause> هي اللي تكلمت سي أه ومهم جدا وقت اللي نعرفوا اني المراه في المسيحيه حقها مش مهضوم ما هيش درجه ثانيه ولا ثالثه المراه في المسيحيه هي مهمه جدا عند الله وقبل ما نمشي تفضلت وحكيتوا على العهد القديم وقبل حتى ما نمشي العهد القديم انا نشوف اكبر امتياز احبنا بها الرب انه ربي يسوع وقت لي قام في اليوم الثالث من الموت اول شخص التقى به نعم هي امراه نعم. واعطاها بشاره ساعات فما نسمع نعم كناس يقولوا خاطر نساء يثرثروا برشا هذاك علاش مشينا هي الاولانيه لا على خاطر ربي حاب يقول رساله خاصه انا نشوفها اي امراه تقراها الجزء هذا الكتاب شوف انه بالحق ربي يحب يقول لها انا نحبك برشا وانت عزيز عليا برشا ومهمه عندي برشا وهذا اللي نشوفوه في الكتاب وقت نشوفوا في تاريخ النساء في الكتاب المقدس نشوفوا برشا حاجات باهيه عليهم امين اذا كان باش نقول قلت انت تفضلت بحاجه انه برشا حاجات حلوه لكن انا ربما نعطوا صور عمليه من العهد القديم للمراه لحضورها لحضورها على مستوى البيت لحضورها على مستوى المجتمع ككل كيفاش كان الحضور هذايا؟ كيفاش جسدوا تجسيد يعني الحضور هذايا؟ مثل تشاركونا ربما مثلا, الأفكار مثلًا نعم. القاضيه دبوره كانت في نفس الوقت ام وزوجه وقاضيه في نفس الوقت وكانت حكيمه ونشوف كيفاش ربي بالحق عطاها حكمه باش تعرف كيفاش توفق ما بين حياتها العائليه وحياتها كقاضيه وحكيمه في ما بين بني اسرائيل معناها أيوة يعني كما قلت انت بني اسرائيل يعني قاضيه في عهد قديم من الاف الاف السنين مره نعم. مهمه جدا ديما كيف نقراو نحب نقول في سفر الامثال فما صوره حلوه على المراه ومره انا في قريت في دراسه ان المراه اللي مكتوب عليها في سفر الامثال هذه هي كانت مراه حقيقيه والعهد القديم مطعم بحاجات من من الثقافه العربيه <applause> اللي موجوده في الفتره هذه لان العربيه والثقافه العبريه هما هما حضارات ساميه في سفر الامثال يوصف في مراه رائعه جدا ساعات واحد خاف يقول انا هكاكا باش نكون وانا نشوفها اني هذه امراه واقعيه انا نشوف المراه في تونس مثلا هي المراه كيف من هي مراه تخدم في الدار وتخدم برا هي تقوم انا نفكر وقت كنت صغيره امي كانت تقوم اول واحده تحضرنا فطور الصباح وتحضرنا للمكتب وتقعد بعد تخمل الدار وتحضر الفطور وقت نجي من المكتب هي تهتم بينا هذا هو الواقع وهذه هي المراه يعني مش جديده المراه هذه وفي بالي مهم جدا انه الواحد خاصه كمرأ ديماً من طلع على روحي من عينين الله نعم ما نشوفش عينين الناس شقول لي ما نفكرش اني لوج على حقوقي بعيد على الله لانه نعم. عطاها لي الكتاب المقدس مليء بالحقوق هذه نعم. ومليء بالواجبات نعم. هذا طيب اذا احنا نحب نزيد ربما نتطور اكثر في مستوى اعلى في النقاش نتاعنا المراه مثلا اليوم في الكنيسه نتاعنا مثلا ناخذ على مستوى كنيستنا احنا في تونس مثلا نعم. كيفاش المراه تاقلمها مع الكنيسه حضورها في الكنيسه أه هل هي فاعله مش فاعله؟ شنو هو الاقصى؟ هل هناك اقصى؟ أه اي مجال بالضبط تخدم فيه المراه في الكنيسه؟ نجموش تحطونا شوي في, في الصوره اكثر للمشاهدين احسن و... مثال نعم. على المراه في الكنيسه نعم. وانا مش نقوله خاطر هي موجوده بالحق انا نعرف أنا حنان عندي سنين وانا فخوره لنشوف في الصور اللي نشوف في الصوره ح... في حنان اليوم نعم. آه الناس مش يقولوا قاعدين يشكوا في بعضهم لا اما بالحق كنت احكي لهم شويه حنان هي مستقبل مخرج تلفزيوني سينمائي امراه أه، وهذا مش جديد في تونس لكن هذا مهم في كنيستنا أمين. أه هي مثقفة هي أنا كنت احكي بالحق شوي على حياتك انت انا ممكن شويه ربما نحدد تحديدا ناخذ ربما الجانب بتاعك انت جانب المراه العزباء حضورها في الكنيسه وناخذ ربما الشق الاخر المراه السيده ام الاولاد الى اللي هي تمثلوا بسمه تفضل حنان شنو ممكن تشاركنا مثلا الحاجه اللي بالحق نشكر بها ربي عليها في تونس نعم. انه في كنيسه تنجم تلقى التلميذه وتلقى الطالبه مه. وتلقى اللي تخدم وتلقى المتزوجه نعم. ملا فما في كل يعني كل الفئات متاع العمر نعم. ومتاع الثقافه زاده نعم. وفي نفس الوقت ما فماش اقصاء يعني مه. كيف انت وقت سالتني قلت لي فما اقصاء ولا لا ما فماش اقصاء طيب يعني تلقى المعلمه نعم. يعني تلقى مثلا فما شكون تعلم فما اللي شكون تبدا مسؤوله على جروب معين مثلا جروب متاع جون مجموعه نعم. مجموعه نعم. شباب مه. والا إذا تكون تعلم نجم تعلم في مجموعه مختلطه والا تعلم تكون مسؤوله على تلمذه مثلا نتاع بلات حنان هي مش من الاشخاص اللي تولدوا من عائلة غنيه باش تعلمت موسيقى هي علمت روح الموسيقى لان هذاك هي حاجه تحبها وهذاك كانت بزوان في الكنيسيه وهي من الناس اللي كانوا في جروب التغنيم تعزف جيتار معناها هذه حاجات انا تعجبني بالحق قلت حنان شفت مسيرتها وشفت نموها وحياتها مع الله وشفت هذه حاجات حلوه yeah. ومثال للاجيال الجايه mm -hmm. أنهم شبابنا في mm -hmm. محنين بالحق الكنيسه فخوره بهم yeah. انه يكون عندنا شباب كيما هكا في المجتمع وربما نزيد نعطوا فكره اكثر على للناس اللي يسمعوا فينا للناس اللي قاعدين يشوف فينا حاليا تونس حضور المراه ما ثماش نوع انه هناك مراه مستقله ورجل مستقل الاثنين متعاونين الاثنين mm -hmm. يساهموا في بناء المجتمع أمين. وهذا بالحق نشكر عليه الله انه هذا يعتبر امتياز mm -hmm. آه نعيشه احنا في تونس حبيت انا ربما تعطينا اكثر اكثر يعني حاجات اكثر ملموسه حتى على مستوى حضور زملائك أكثر وأنت قسم مثلا جانب الموسيقى شنو ربما الجانب الآخر على مستوى كفتيات عزبات شنو ممكن مثلا شاركتوش بحاجه قمتوش بمؤتمرات تحطنا شويه أكثر في ايه. الجو هذا ايه. الخدمه الخدمه متاعكم في الكنيسه... ف... فما مثلا مؤتمر متاع يتعمل المرأة في العام دم. تحفونا على الأخر على خطر نحكي فيه على المواضيع والتحديات نتاع المرأة في تونس وفي العالم العربي على يعني خاطر ديما يبدا عنا حاجات مشتركه بيان سور ويبدا عنا تحديات شنو اللي بيزو نتاعنا احتياجاتنا كيفاش نجموا نطوروهم كيفاش شنو المواضيع اللي لازم نحكيو فيهم اكثر نعلموهم اكثر نعرفوهم اكثر انا نحب نمشي وممكن سؤال شخصي شوي لحنان خاطر بحقنا نعرف برشا وهذاك عشان احنا اليوم بعض ما تخافش. أنا نحب تشارك الساده المشاهدين كيفاش انت علاقتك مع القرايه، كيفاش يسوع خلى لك عمل فاصل جديد في حياتك مع القرايه بعد ما بعدت عليها كشجعت رجعت وربي الدون اللي عندك خلاك تستخدمه لمجد اسمه. <applause> امين. امين واو <applause> اوكي باهي بالتفاصيل أحكيها. بالتفاصيل <applause> عديت الباك من عشر سنين وما نجحتش وفي تونس كنا نعرفوا هذه حاجه مهمه على الاخر اما ما كنتش كانش عندي فلوس باش نكمل نقرا كل شيء ما مشيت عملت فورماسيون دخلت خدمت تكوين مرحله تكوين او مم. تربص نعم ودخلت خدمت وفي البيريود هذيك وقت عرفت الرب مم. وربي عمل برشا حاجات في حياتي اما عمري ما فكرت مره اخرى باش نرجع نقرا برشا ناس منهم بسمه هي شجعتني برشا مرات اما قلت لا 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 ما نحبش نفكر خاطر ما نحبش ندوب المره اخرى مم. وعماد زاده هو مش معانا اليوم وهو من زاد اللي دازني اما انا قلت لا لكن بعد ثمانيه سنين ربي بالحق عمل بالحق معجز على حد. تحول يعني ما عادي نعم. وحسيت بالحق اللي هو يحب ان نبدا من الجديد مم. ونمشي ونبدا مره اخرى نرجع نقرا واول مره خفت شنو باش نقول للناس عمري 26 سنه نعاود الباك مره اخرى مم. بالحق كان صعيب شويه مم. اما اول ما قلت نتذكر حتى شلتها عملت تليفون وقلت انا عديت الباك نجحت بس ما قامت تزغرت في التليفون نقول <applause> <applause> واو انا فكرت للناس بحق مش المال وحزيتها على الاخر فقلت قلت بحق ربي ديما يعطينا فرصه باش نبدلوا حياتنا هذا مهم, مهم. وبرشا مرات وقت اللي نحكي مع سيختو مع بنات وهم يقولوا لا ما فرصه وسيء وفينا و... ولازم ناخذ راجل ونقعد في الدار نقول لا ربي عنده هدف لحياتك عنده ترتيب عنده بلان لحياتك نعم صحيت نعم مش قدر انت مراه ولا انت طفله اكهو لا انت ما فماش فرق ما بينك وبين راجل، راجل بربي يحب راجل ويحب المراه وعنده خطه عليك ما فهميش فرق ما بينك يعني مش كان الراجل عنده وعمره ما كانت المفشلات هي المفشلات تعرف وقتها وقت الانسان يبقى في نفس المكان لكن الانسان وقت اللي يتعثر ينجم يتقدم ويزيد يقدم خاصة انه كما تفضلت الرب قاعد مرتب لك حاجه اللي انت أمين. كما تفضلت قلت انا الموسيقى وكذا كانت طريقه عفويه اللي قات مع الموسيقى لكن الرب طور هالموهبه ذي والكنيسه صارت يعني استفادت من المواهب اللي عندكم أمين. وربما زدت انت ربما زدت تعلمت ناس اخرين وكذا وكان أمين. بالحق يعني حافز مشجع يعطيك الصحة امين يعني. على يعني فكرة الجروب نتاع الترنيم مش كان أنا. فما برشة بنات اخرين فما اربع بنات يعني نشكر ربي في كل خدمة تقريبا عنا ديما فما بنات وفما اولاد أه على خاطر الكنيسة إيه. اثنين هكا أه. ولا دو سايح. 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 اليو... اليو... الكنيسة اسمه... مقسوم عليهم الاثنين نعم. مبنية عليهم نعم. ال... يعني عفوا انا قلت نعم. كان مقسومة حكيت بالتونسي اما مش منقسمة هي على بعضها اما هي تمشي بهم الزوج لانه رب خلق في الاول ادم وحواء وخلقهم الزوز باش يستمتعوا بالجنه اللي هو خلقها لهم ما كانش حتى لادم حاجات وقال الحول انت ما تعملهمش صحيت ايه طيب بس انت تو كسيده باش مثلا على مستوى حضوركم في الكنيسه كيفاش شنو البرامج اللي عملتوها تنجمش اه تشاركنا هو لما لما معرسه ولا مش معرسه عندها خدمه كبيره برشا في الكنيسه مم. ومره انا قريت في مقاله كتبوا راجل واحد كاتب مسيحي عنده خدمه برشا مع العمل الاجتماعي قال اني كل كنيسه فيها نهضه هناك نساء مصليات امين <applause> <applause> وبالحق عجبتني هذه ما انتبهتش اني آه قلت واو نساء يصليون من اجل نهضه في الكنيسه يعني في بالي رجال ونساء <applause> هو قال لا خاطر النساء عندهم آه حاجه هي الصبر عندهم منهم يعديوا وقت برشا وعندهم يتحكموا في وقتهم ومنظمين مم. اكثر هذاك علاش هما يعديوا وقت مع ربي اكثر من يعديه راجل لانه راجل ديما يحب يمشي عنده ما يعمل وعنده ما يخطط وعنده ديما البرة في الشارع دونك اللي يكون برا في الشارع ما عندوش برشا وقت مم. صحيح انا نذكر فما عندي صاحبتي بحق الحب انا توحشتها برشا آه لطيفه آه علمتني حاجه قالت لي انه آه اكتشفت انه وقت الصلاة ما عندهاش وقت معين صحيح حياتها عندها تبارك الله اربع اولاد وحياتها ياسر معبية ومشغولة آه قالت لي اكتشفت اني وقتنا حتى قاعدة في الدار ولا نضيف في الكوجينة خاطر ما عندهاش وقت باش تقعد ترتاح فيه نعم لا هي بحماتها ولا هي ببرشا حاجات قالت لي اكتشفت اني وقتي انا قاعده نقص في الخضره انا نجم المجد ون... ونهلل ليسوع وهذاك اعطاها ثمار في حياتها في اولادها في تربيتهم الحق هذا شجعني برشا اني آه ساعات وحدي يتسبب يقول آه شكوني انا شكوني انا كامراه وشكون انا كفي وقتي وهل نطيب ونقضي ونمسح ونسيق ونغسل معون ونخدم البارة في الوظيفه ولا نقري ولا عندي لا عندي نجم نظم وقتي ونجم وربي يحب يسمع صوتي طب احكي لنا آه حاجات ملموسه انت عشتها شخصيا يعني اختبار شخصي عشته في حياتك مثلا على مستوى خدمتك في الكنيسة على مستوى عملك أنا على مستوى خدمتي بيتك أنا خدمت في الكنيسة لا. أنا ووحدة أخرى صاحبتي نقود في اجتماع صلاة للسيدات مم. اجتماع هذا مهم ياسر أنا مش عايشة في تونس نفس الشيء كنت نعمله في تونس وصلت نعمله في في البلاد اللي عايشه فيها في لبنان مه. بالحق نهتم بهذا النمو الروحي نتاع وتشجيع السيدات قراءه الكتاب ما عرفتش شكون هما مه. في الكتاب وخاصه تو في حلقه دراسيه على سيدات الكتاب المقدس مه. هذا كان كان عنده وقع خاص مه. نعمل المدرسه لحد مم. وتعجبني برشا انا شو هي مدرسه آه لحد ربما ثم ناس ما تفهمش شنو مدرسه, مدرسة لحد, لحد نعم. هي انه الاولاد وقت اللي يجيو مع ابائهم وامهاتهم الكنيسه وقت الوعظ يحضروا وقت التغنيم لكن وقت الوعظ صغير ما نجمش تشدوا 20 ولا 25 دقيقه ولا 30 دقيقه باش يقعد يسمع كلام لاهوتي خاص آآ فنحبوا نسمعوا الكلام اللاهوتي هذاك نحب نحكي له على ربي لكن بلغته هو ناخذوهم في قاعات مخصصه حسب الاعمار نتاعهم كيما كي المدارس كيما لي زيكول بالضبط مم. ونحطوهم حسب العمر نتاعهم نعطيهم بريكولاج نعطيهم نصاور باش يصوروها قصص كلها تحكي على الله كيفاش الله خلق الكون لكن منطقه الطفل وحسب الاعمار نتاعهم عندنا الاولاد الصغار وعندنا الشبيبه الكبار حتى اللي يوصلوا للعمر ينجموا يندمجوا في الكنيسه مم. وعندهم خدمه كبيره هذه انا نحبها لانه انا عندي اولاد صغار وانا من قبل نحب الصغار برشا <applause> نحب الكبار لكن نحب الصغار من الخمس سنين حتى ال 12 سنه وهذا انا قاري في عمر 12 سنه <applause> ويعجبني برشا حبيت نقول اني هذا هو اللي ما يعني فيه مش احنا اخترعناه ومش كنيسة العصريه جابته من هيك انفونسيون تاعها هو في الكتاب هو هذا موجود ورب علمنا من خلال كل القصص اللي على الانسان موجودة هنا علمنا برشا حاجات حلوه ياسر انت بك وقت إحنا كي قبل بلاتو حكينا على استير الملك مهم. استير بالحق هي امراه هذه في العهد القديم العهد القديم عاد نعم. كتاب اسمه استير يحكي قصه حياتها اللي يحب يقرأ نعم. قصه رائعه جدا موجوده في كتاب المقدس امراه عاديه وقت مشاو مشاوا اليهود جاوا البابليين وخذوهم للسبي خرجوهم معناها من بلادهم أه أه الملك اختار حبي الملك حبي عرس عنده برشا أه نساء وجواري نعم. حظوها واعجب بها الملك وخذاها هذيك كانت خطة ربي أنه استخدم رغم جمالها الفائق لكن استخدم حكمتها أنها أنقذت شعبه لأنه فما شكون حاك حاك خطة ضدهم أنه يبيد شعب اليهودي في اللي موجود في بابل لكن الله استخدمها لإنقاذ شعبه فما نساء برشا وبالحق نحس أن الوقت ما يكفيناش باش نحكيه عليهم الكل نستعرض كما أخت هارون مريم كيفاش أني هي وقت لأمها امها حاطت موسى في في السله وحاطته في الواد لانه الملك فرعون قال حب يقتل الاولاد صغار الكل هي كيفاش مريم تبعت السله وين مشيت وكشفته بنت فرعون كانت تعوم في في النهر يعني الطفلة صغيرة تجرأت وهي من العبرانيين يعني العبيد تجرأت أن تحكي قدام آه أميرة نعم وتقول لها أنه إذا كان الطفل هذاك لأنه الأميرة عرفت أنه الطفل هذا من الأولاد الفرع نعم. العبرانيين قالت لها كانت اللي محتاجة للمرضعة متاعه أنا باش نمشي نجيب لك وجابت لها أمه معناها شوف ربي طفلة صغيرة طفلة كبيرة مرأة عزوزة ربي ما يخزرش لهذاك ربي مهم. يخزر للقلب صحيح. و... صحيح وربي بارك على قد ما فما في القلب هو مهم. يعطي أكثر يعطيك الصحه انا حبيت ربما نتقدم اكثر في حلقتنا هذه في الموضوع هذا تحديدا احيانا يعتبر البعض أن شواغل المراه في البيت مع الاطفال خدمتها في في, في, في اهتماماتها الخارجيه كده يعتبروا انه هذا نوع من, من التحدي في نفس الوقت قد يكون انتقاص في بعض الاشياء انتقاص لشخص المراه نقص معناها ايه نقص, نقص بالضبط ايه كيفاش المراه ربما توفق الأفكار هذه من خلال مخزون ثقافي معين كأنها هي موضع الاتهام في حالة الانتقاص وكأنه هي في حالة صراع لا أنا سوف أثبت ذاتي وسأثبت حضوري إلى آخره انتم هنا ربما نحبكم تحطونا على مستوى تجسيد عملي هل هذا موجود عندنا في الكنيسه في تونس في المجتمع التونسي مش موجود كيفاش كيفاش تأقلم مع الوضعيه كما في بالي سورتو معناها بالنسبه لي معناها في تونس على خاطر أك... يعني نسى يبداو انديبوندونت شويه مستقلين, مستقلين شويه في بالي هذا من اكبر التحديات بالنسبه لنسا وما في بالي العركه هذه في المخ مم. هذه حاجه ايمان على الاخر وتجرى مم. في بالي مم. ونحب نقول اللي مش على خاطر انت تخدم في الدار وما عندكش وقت مثلا باش توعظ مم. ولا باش تعلم ولا تكون مسؤوله على خدمه كبيره انت مش اقل على خاطر انت تلهب اولادك مم. على خاطر قالت بس ما حاجه تعفونا وقت اللي انت تعلم صغار وقت اللي تعمل حاجات ممكن الناس ما يفكروش هي كبيره مش تحت الضوء ما هيش اقل نعم انت وقال حاجه تحفون عجبتني قال ربي يشوف القلب ما ربي يشوف شنو خدمتك يشوف قداش انت امين في الصغير اذا نعتبر المراه التونسيه متحرره من الموضوع هذا مش داخله في <applause> المراه نعم. شوف اذا نحكيو على المراه التونسيه بصفه <applause> عامه نعم. بصراحه ما نعرفش انا باش نقول القوانين هذيك باهية مش باهية كل واحد هو شنو يحس كل مرأة نعم. شنو تشوفها نعم. هو يشوفها أما نشوف أن المرأة المسيحية في الكنيسة في تونس آه بالحق هي أخذت الحاجات الباهية اللي في القوانين وهذيك أخ... أما أنت قلت حاجة عجبتني برشا المرأة تعيش تحدي المرأة التونسية المسيحية تعيش تحدي م. كبير لأنها تعلمت أنها تكون مستقلة آه، وتربيت وتربيت حيث تكون مستقلة وتعمل على روحها م. حتى وكان هي مش تخدم حتى كان في الدار هي لازم تعلم أنها تخدم شخصيتها م. وهذا تحدي كبير لأن الكتاب المقدس يعلمنا الطاعة م. م. والطاعة هذه مش أمر هين إذا كان الشخص <applause> ماهوش متعود عليها مم. وخاصة متعود انه حياته يمشيها هو بيديه وهذا بالحق تحدي نشوف تحدي كبير ياسر ان المرأة المسيحية التونسية والعربية بصفة عامة آه ما وين هي وشنية وضعيتها اذا تسمع فينا اليوم آه ننقلها بالحق نوجه لها تحية ونوجه لها زادة آه فرصة هذه اني تعمل على يسوع برشا مم. يسوع يحبها برشا يسوع حتى يعني قال هي اثمن من الاله مم. الكلمه هذه ذكرت مرتين في سفر الامثال اثمن من الاله معناها هي في عيون الله مم. هي لؤلؤه ونحن نعرف اللؤلؤ من يجي لؤلؤ مش موجود في كل بلاصه وبما انها هي لؤلؤه هي ثمينه عنده هو يخاف عليها مم. هو يعطيها كل القوه اللي تحتاجها وكل الحكمه اللي هي محتاجه لها مم. لغتنا نحن المسيحيين أعتقد جازمين فيه هي لغتنا لغه المحبه أمين. لكن نرجع هنا للكتاب المقدس نرجع للعهد الجديد نلقاو ضمن ثقافات معينه المراه حضور المراه في الكنيسه كانه شهدت بعض الاقصاء انه لا تتكلم لا تصلي عرفتك تحكي آه على ممكن, نوضح شوي للمشاهد باش حطوه اكثر في الصوره تضع ربما غطاء معين على شعرها فهناك ابعد من هكا انه ثم حتى في كنايس نقاه اليوم النساء وحدهم الرجال وحدهم شنو هذا المشاهد يحب يفهم يقول لك انا نقرا هكا في الكتاب المقدس نشوف صور كما كي نجموش احنا نحكي اكثر نوضح المساله دي اكثر ربما عندي ضمن اطار ثقافي وضمن اطار ميداني يعيش آه عندي تعليق يعجبني على الاخر آه ربي في الحاجه هذه انه كي يجي البقعه معينه ما يجيش يقول لهم انتم تعودتوا تلبسوا هكا قوموا البسوا حاجه اخرى مم. ولا تعودتوا تعملوا هكا امشوا كسروا هذاك الكونك تولي مسيحي وتعرف الرب مش مم. معناها اللي انت تحط كل تقاليدك في البوبال وتقول أكهو مش يعني معناها انت ده. خليقه جديده معناها ما عادش تونسي انا على خاطرني وليت مسيحيه نعمل شعري ازرق واصفر واحمر <applause> أني ما يطلعش عليه اصفر على على فكره جمله معناها <applause> ونولي نلبس مش انا لازمني ان نتقيد بتقاليد واحترام ومبادئ عائلتي والبلاد اللي انا عايشه فيها بيان سور فما حاجات ما تمجدش ربي لازم نوقفها مم. لكن في نفس الوقت كان متربيه انه ما نجمش نقعد في نفس الطاولة ولا في نفس البنك مع راجل ما لازمش يتبادل هذا في كنيسة لكن مجتمع كامل بنات يقعدوا وحدهم ورجال يقعدوا في وحدهم أنا لازم نعطي إكزامبل باهي نعطي شهادة باهية ونحترم تقاليد الناس إذا مش مشكل أنه يقع عملية المزج يعني بين المرأة ورجل في اللي قالته حنان نعم. آه ما يتعارضش <applause> مع الكتاب <تصفيق> طبعا <تصفيق> إحنا لازمنا بالحق نكونوا ما نكونوش عثرة قال يا ما لازمش نكون عثرة قدام الناس لازمني <applause> نكون آه، تقول الآية أنه ل... نعمل أعمال باهية باش الناس يشوفوا هذاك ما مجدناش احنا نعم. يمجدوا أبانا الذي في السماوات م -م. آه، لازم نكون فلكسيبل ونمشي مع الوضعية م -م. اللي أنا موجودة فيها أنا أنا زرت كنيسة نسى وحدهم وجل وحدهم مش كتابيا، أي مش موجود في الكتاب، mm -hmm. أنا لوجت على هذاك ما لقيتش في الكتاب، no. غطاء الرأس آه، راس البولص وقت اللي قالوا قالوا للنساء في كنيسة معينة لأن الكنيسة هذيك موجودة في بيئة mm -hmm. مسخة خامجة جدا، mm -hmm. آه، معروفة في الفترة هذيك بلاد نتاع فساد وزند أخلاقيا كانت متدهورة جدا، no, no. فهو حب كان يقول مثلا كانت المرأة الزانة يقصوا في الفترة هذيك في mm -hmm. البلاد هذيك، فهو حب فما يكون فرق بين اولاد الله بنات الله وبين العالم فاعطاهم <applause> <applause> قلم لهم غد بالكم الذهب اللي تلبسوا فيه والزينه اللي كانت تبرجوا بها باش تجيبوا انظار الناس و... وتمجدوا رواحكم عفوا مم. وقفوها لازمكم هاو لازم تلبسوا لباس التقوى مم. وعلى فكره رسول بول ساعتها شنو لباس التقوى انه الواحد يدرع بيسوع انه الايمان يكون في قلبه مم. الصبر هذه هي لباس التقوى مش ما قالش البسوا لبسه هكا ولا مش هكا مم. وما احترام كل الثقافات ما نجمش انا نمشي لبلاد آه ما نعرفش زاد شنو ثقافتهم هم متعودين مثلا ياكلوا الناس كل على الارض نجي انا نقول لهم لا انا مستانسه لكن عطال وفرجيتها وسكينه ولازم تعطيني فرجيتها سكينة ونحب نحكي لهم على يسوع كيفاش نحكي لهم على يسوع اذا كان من الاول خلقت حاجز بيني وبينهم متعوده نعمل هذاك في داري في نفس الوقت انت قلت حاجه ومهمه جدا اني ما نعملش حاجات باش ن... ننال ننال بهم رضاء الناس مم. اذا هي تتعارض مع كلمه الله صحيت لازم كلمه الله تكون هي اول شيء وكلمه الله تقول ان الناس نكون متواضعه ونكون محبه للاخرين اذا اللي نفهموه انه المراه عندها حضورها الله اصطفاها بجمال وبمكانة معينة كذا لكن أنا المهم وأهم من هذا كله أن المرأة كيفاش تتكيف مع مع العطاء هذا العطاء مع الهبات اللي عطاها الله هذه كيفاش توظفها التوظيف الحسن والتوظيف الجميل والتوظيف الطيب لأن المرأة كما قالت بسمة تو كما أنت تفضلت حنان قلت أخي احنا باش نتبرجوا ولا باش الزينة الفائقة ولا الزينة الزايدة علاش انا انا نجم نلبس لباس محترم لباس محتشم في نفس الوقت اذا انا اطار كنيستي ضمن ثقافتي عندها ما هي ثقافية معينة أرضية نمشي فيها باحترام وأدب إذا أنا بالمقابل لقيت حاجات في كنائس أخرى كذا ما نقولش تتعارض بقدر هي ثقافات نحترمها لكن بالمقابل يكون ثم نوع من الهرموني بيناتهم يعني مش أه مثلا في عملية أنا قلت لك نعم كنيسة قبلتها ما عنديش مشكل لكن كان فما نساء في راسهم مه. انا كانوا نساء معاكسين يغطيو راسهم انا ما غطيتش راسي لانه انا احترمت حاجه وفي نفس الوقت هذا حبي ما حبيتش نغطي راسي لان انا مش متعوده نغطي راسي دم. ومش حتى كي انا ما نحملش فولار على راسي فما نجمش قلت لهم سامحوني قالوا لي لا مش مشكل هو مش فارض راهو باهي الانسان يكون متواضع وباهي الانسان يكون فليكسيبل زادة في الدنيا. صحيح. طيب انا باش نجمع نجمعكم الزوز كمراه سيده كحنان العازبه كيف شنو التحديات اللي تشهدها المراه في الكنيسه في تونس؟ شنو مثلا الافاق؟ شنو المشاريع؟ شنو محضرين؟ شنو تحطونا اكثر في الصوره ربما؟ في بالي نعم. اول تحدي نعم. للمراه المسيحيه في المجتمع عربي مش عربي بإجازك. آه بإجازك. هو الزواج نعم. أول تحدي مم. صح. مم. اختيار الشريك الثاني نعم. الكتاب يقول أني لمرأة وعكس الناس ما تعرف آه يعني الناس ديما فكرة المشي العامة أني ممكن المرأة المسيحية تتزوج غير مسيحي نعم. أنا نقول الكتاب يقول لا لا ولا للمرأة الراجل لازم ياخذ مرأة مؤمنة والمرأة تاخذ راجل مؤمن معناها مم. مسيحي ما نعم. فماش أنه تاخذ غير الاطار هذا هذا اول تحدي للتكيف في الحياه اول, أول تحدي في المجتمع لانه خاصه مجتمعنا في تونس انه فما سختناج توس مالي حنان 28 سنه الناس البارحه هي من سعيد نسينا مثلا الناس يتسالوا علاش حنان ما عكستش واكيد مم. انت تعاني من هذا برشا في نعم. في الشارع على في امك تعليق آه. يتوقعوا في كل مره يجيبوا لك حد ولادي ما ينفعش ما يجيش الله رب عنده ترتيب هي مقتنعه ان اذا نعم. الرب في باش يعطيها راجل لازم يعطيها مؤمن اذا مش مؤمن مم. هي مش محتاجه هدايا نعم. هذيا نعم. انا أشوفه اول مشكل تعانيه الكنيسه نعم. لانه نعم. فما احيانا الناس ضغط عائلتهم تخضع وتمشي للحاجه هذه ثاني حاجه اللي نشوفها هي زاده اللي المراه في تونس عندها تحدي كبير ان م. هي مستقله جدا عامله على روحها ياسر هذا مهم انا نعتقد هذا تفضلت به بسمه وحنان ربما باش يكون موضوع الحلقه اخرى حلقه اكثر توسع لانه لضيق الوقت الوقت يعني الوقت <applause> سامحونا سمع هي سمع. هي مجرد احنا عزيز المشاهد حطينا خطوط عريضة لفتح آفاق أخرى في الموضوع هذايا حبينا نشاركوكم كما أنتم سمعتونا نعطينا جوست يعني خطوط عريضة لا أكثر لا أقل خلينا نحن رؤوسنا للصلاة أبونا السماوي نشكرك من أجل حضورك اليوم معنا أشكرك لأنك أمين أشكرك رب لأنك مم. اصطفيت أبنائك مرأة أو رجل أعطيتهم يا رب امتيازات أن يحيوا حسب اسمك وحسب مجدك نشكرك ونحبك كل الحب آمين. مم. डेली